في شهر 9 اللي فات محافظة إسماعيلية شافت جريمة غريبة اهتز ليها الإنسانية، وده بعد قيام شاب بطعن زوجة أبيه واللي بتشتغل مفتشة تموين ما يزيد على 40 طعنة في أماكن متفرقة بالجسم. الطعنات دي أدت بتوقف في القلب خلال نقلها بالإسعاف إلى مستشفى الجامعي، ولكن بعد ما رجعت للحياة في مشهد وصفه الأطباء المختصين بالمعجزة الطبية. الحكاية دي بدأت لما تم إبلاغ وحدة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بتوجه الإسعاف بسيدة عندها 48 سنة تعرضت لطعنات نافذة متفرقة بأنحاء الجسم وعدم وجود نبض مع توقع حدوث الوفاة، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابة، وتم تركيب أنبوبة صدرية، وتلقت المريضة الخدمة الطبية اللازمة بجميع التخصصات، وتم دخولها وحدة العناية المركزة مستقرة العلامات الحيوية مع وجود أنبوبة حنجرية. 4 أكتوبر تم خروج المريضة هويدة من المستشفى بعد استقرار حالتها. وقتها اللواء أكرم محمد جلال محافظ إسماعيلية اتصل بيها عشان يطمن على صحتها، وتم توجيه كل الدعم المادي والمعنوي ليها للتعافي. فأول تعليق ليها بعد الحادث كشفت فيه تفاصيل الحادث وقالت كانت الحياة لا تخلو من بعض المشاكل اللي كانت في كتير من الأحيان بيختلقها معي ابن زوجي وبدون أي سبب من طرفي، وهو مش طفل صغير، هو شاب كبير وتخرج من كليته وبيعمل في المحل الخاص من والده بعد ما حاول ان هو يعمل في شركة أخرى ولكن استغنوا عنه لسوء سلوكه، وهو كان دايما اختلاق المشاكل معي حتى ان قام في مرة بقطع 4 كاوتشات سيارتي، وانا كنت دايما بحاول تجنبه دون التقصير من ناحيته، وكان دايما الخناقة معي على اتفه الاسباب او حتى بدون اي اسباب، واستمر الحال على الوضع ده. وكملت وقالت ان هي اتفاجئت يوم 18/9/2024 وهي كانت في المطبخ بتعمل الاكل طعنها بطعنة غادرة في ظهرها من ابن زوجها اللي قرر فجأة ان هو يريد انهاء حياتها بطريقة وحشية، وده بيدل على كرهه الشديد ليها من غير ما تكون اذته او عملت له اي حاجة. كمان اتفاجئت بطعنة حادة في ظهرها وكمان بعدها عدة طعنات في جميع انحاء جسمها، وهو فضل يقول لها موتي موتي، والست فضلت تنادي على اخته عشان تبعده عنها، والاخت فعلا جت بسرعة وفضلت تحاول تبعده عنها، وهو فضل يقول لها ابعدي انت يا شات عشان السكينة ما نجيش فيكي. الست كملت كلامها وقالت انا مش عارفة اعيش حياتي ولا عارفة اراعي اولادي وبناتي، وهو فعلا بيشرب مخدرات فده سبب اقوى، وكمان ده خلى العقوبة تتضاعف لانه ارتكب جريمتين مش واحدة، اول حاجة التعاطي وتاني حاجة القتل مع سبق الاصرار والترصد، لانه كان واعي ومخطط من فترة لقتلي، وده طبقا لاقواله امام النيابة. وفضلت تقول هتولي حقي عشان يكون عبرة لاي حد يفكر يأذي او يموت شخص بريء، هتولي حقي من اللي اذاني عشان اعرف انا واولادي نعيش حياتنا الطبيعية بدون خوف او قلق. وقال المتهم في تحقيقات اللي حصل ان سبب اللي حصل ده كله ان هو كان بيحاول يموتها عشان كانت بتعمل الاكل متأخر. هويدا ردت وقالت انه امر طبيعي بالنظر لظروف عملي وان هي اصلا شغالة. قولنا رأيكم في التعليقات في اللي حصل في الواقعة دي.